سعدني أن أكون شريكا لك في هذا العمل، وإن كنت أرى أن فيه الكثير من المغامرة. لن تخسر شيئا، فأنا من سيدفع النقود، وأنا من سيتحمل الخسارة فيما لو حصلت. كل ما أريده منك أن تكون إلى جانبي وأن تقدم لي الحماية حين أحتاجها. حسن، اتفقنا. أريد أن أرى المكان يعج بالزبائن خلال أسبوعين على الأكثر. أسبوعان؟ على الأكثر. حسن أيتها السيدة، ولكن هذا سيكلفك المزيد من الدراهم. أرني عملك أولا واعتمد على كرم. كيف سارت الأمور؟ أشعت الخبر بين معظم جوار المدينة، وبالغت بالوصف حتى بات جميع سكان آشوريا في شوق لزيارة هذا المكان. ولكنني الآن أرى أنني لم أبالغ، بل ربما قصرت في وصف الحال. جمال المكان يكفي زيارة الأولى فقط، ما يحتاجه الزبون هو جودة الخدمة. اجمعي لي أمهر العاملات وأجملهن وأكثرهن كرماً. لتتولى الفتيات خدمتكن. كيف تسير الأمور؟ خبر الحمام انتشر كما النار في الهشيم بين جوار المملكة، وها أنت ترين. ادخلي صحن الحمام وعيني بنفسك. حرصي إذن على جودة الخدمة وحسن الضيافة. أريد لجوار المملكة أن يحصلن على كل ما يرغبن به. وهو كذلك سيدتي. أهلا بك سيدتي. لدينا اليوم زبونة مميزة. من؟ باسمة، زوجة صاحب القلم براء الحكيم. حقا؟ متى جاءت؟ ومع من؟ وأين هي الآن؟ ما زالت في الداخل، وأما متى وصلت فمنذ وقت قليل، وأما مع من فمع الجارية تميمة. تعالي معي، فهذه زبونة أكثر من مميزة، سنقوم أنا وأنت على خدمتها. هل أعجبك المكان؟ وهل أرضتك الخدمة؟ سمعت الكثير عن هذا المكان، ولكن كل ما سمعته كان أقل مما خبرت. أشعر بالنشاط والهمة، كما أن آلام ظهري قد اختفت. أي أنامل هذه؟ وما سر الأحجار السوداء؟ في المرة القادمة ستجدين ما هو أفضل. أما هذه الأحجار فهي من أسرار عملنا، لكنها كما رأيت تسحب الآلام من الجسد وتخلصه من السموم. تستحقين هذا وأكثر. لكننا لا نتقاضى أجرا من زوجة سيد الحكيم. جل ما نتمناه هو رضا سيدتي. قد نلت ما تريدين.
لقد وصلت إلى بلاد الغمام وأقمت الحمام وبت قريبة من المرام. فانتظر مني خبرا يثلج صدرك. والسلام. أين كنت طوال عصر اليوم؟ ذهبت مع صاحبة لي إلى حمام السوق. وأي ما حمام؟ دعك من سيرة الحمام هذه وساعديني. وهل عاودتك أوجاع الظهر؟ إنها الشيخوخة يا امرأة. لا فائدة من المكابرة. الزمن عدو الإنسان الذي لا يهزم، واليأس راحة كما يقال. دلك ظهري فأوجاعي لا تطاق. خطوط مباركة. أخبرتني زوجتي عما تقدمونه من خدمات هنا. عسى أن أجد ما يشفي عظامي الهرمة. ما تزال شابا يا مولاي. شكرا للمجاملة. بل هي الحقيقة، فالشباب هو شباب الروح والعقل. أما العقل فمن يغلب براء الحكيم، وقد أصبحت الحكمة لقبا تتكنى به. وأما الروح فأراهن أنها ما تزال شابة تطوق إلى الحياة. ما أحسن كلامك. وستجد أن أفعالنا لا تقل حسنا. استرح ريثما نجهز لك المكان. فقد اعتذرنا اليوم عن استقبال الزبائن عندما وصلتنا رغبتك في القدوم. ماذا تشرب يا سيدي؟ وسأعده لك بيدي. ما تسقيني إياه؟ أنا لك هذه الحرفية في التدليك يا خولة؟ أنا لك كل هذه الدراية بشؤون الحكم يا مولاي. ذلك سر مهنتي. وهذا سر مهنتي أنا أيضا. لما لم أسمع عن حمامك هذا من قبل؟ لأنني لم أفتتحه إلا منذ فترة قصيرة. إن وطبت على تقديم خدماتك بهذه السوية فسيصبح الحمام الأهم في المملكة. خدماتي هذه ليست لكل الرجال، بل لرجل من مقامك يا سيدي. يبدو أنني سأنقل سكناي إلى هنا. حقا؟ وماذا يريد عجوز مثلي لعظامه الهرمة أكثر من ذلك؟ إن كنت لا تمانع سأزورك بنفسي في منزلك كل يومين أو ثلاث. هذا من دواعي سروري. ومن دواعي سروري أنا أيضا.